من يترشح السيسي وحيدا في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس القادم؟ يترشح بعد أن حبس قنصوة وأجبر شفيق على الانسحاب، واليوم يعتقل عنان، وغدا ربما يعتقل خالد علي الذي يتعثر أصلا في جمع توكيلات تؤهله للسباق الانتخابي. هي انتخابات يعتبرها مغردون مسرحية هزلية أو استفتاء وربما مبايعة على شاكلة اخترناه وبايعناه. أما إذا فكر أحدهم في الاقتراب مجددا من السباق الرئاسي فهذا سيكون مصيره. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاغ، ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حسابنا على سكايب، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار مواضيع الحلقات والتعليق عليها. شاركونا. كان يوما عاديا على تويتر بمصر، بدأ بهاشتاجز على شاكلة المصري لما بيفتي بيقول وغيرها من الهاشتاجز الخفيفة التي تناقش أمورا اجتماعية يجتمع عليها المغردون، إلى أنه مع انتصاف نهار الثلاثاء جاء هاشتاج القوات المسلحة في صدارة قائمة التداول عقب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن الفريق سامي عنان، وهو البيان الذي أحدث زلزالا عبر منصات التواصل المصري طوال الساعة الماضية. اعتقال المرشح الرئاسي ورئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان سيطر كما ذكرنا بشكل كامل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر مع آلاف التغريدات من كافة فئات الشعب المصري، ونبدأها بتغريدات فريق الحملة الانتخابية لسامي عنان، حيث غرد مصطفى الشال مدير مكتب الفريق سامي عنان قائلا: الفريق عنان تم اختطافه من سيارته وليس من منزله كما يردد البعض، وبعد قليل هنصدر بيان من الحملة. محمود رفعت كتب أيضا ما ينشره عباس كامل أن الفريق سامي عنان تم استدعاؤه محض كذب. الفريق عنان تم اعتقاله من الشارع الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، وذلك بمهاجمة موكبه من قبل مجموعة سيارات تابعة للمخابرات التي يرأسها عباس كامل منذ أسبوع بعدما أطاح السيسي بالفريق خالد فوزي. المتحدث الرسمي باسم الفريق عنان دكتور حازم حسني كتب أيضا: نيرون يرسل تحياته، مثل كثير من أباطرة الرومان الذين أصابهم مس من الجنون حرك نيرون روما، لكن الفرق بين ما حدث في روما وبين ما يحدث في غيرها من بلدان العالم التعيس أن فيالق نيرون لم تكن تمد نيرون بالنيران، بل أجهزت عليه لإنقاذ ما تبقى من روما بعد الحريق بأن دفعته للانتحار. أما عن تغريدات السياسيين وقادة الأحزاب فنقرأ تغريدة زعيم حزب غد الثورة أيمن نور الذي كتب على تويتر قائلا: السيسي لن يرحل بالانتخابات ونهايته اقتربت. وقال أيضا في تغريدة أخرى: لم أجد مادة قانونية واحدة يمكن الاستناد عليها في اتهام عنان، وإذا كان هناك نص سري فلماذا لم يطبق عليه عندما أعلن الترشح في عام 2014، ولماذا لم ينطبق هذا النص على السيسي؟ وإذا كان السيسي استقال قبل الترشح فلماذا لم يحاكم على ارتداء البذلة العسكرية أثناء الترشح؟ وزير التخطيط الأسبق أيضا دكتور عمرو دراج كتب قائلا: الطريقة العنيفة البلهاء والبلطجية التي تعامل بها نظام السيسي لمنع مجرد ترشح الفريق سامي عنان توضح على عكس ما يرى البعض هشاشة هذا النظام وغياب الثقة في إمكانية بقائه دون أدوات البطش، إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أيضا المرشح الرئاسي السابق دكتور عبد المنعم أبو الفتوح كتب قائلا: حفاظا على كرامة الوطن الذي نعتز بالانتماء إليه وصونا لقيمة الإرادة المصرية الحرة
والتي تم الاعتداء عليها من النظام الحالي، أدعو كافة المصريين الشرفاء لمقاطعة مهزلة الانتخابات الرئاسية الحالية ترشيحا وتصويتا. وزير الشؤون القانونية الأسبق دكتور محمد محسوب كتب أيضا البيان الذي تم بثه باسم القوات المسلحة منذ قليل ليس إلا بيانا بانقلاب جديد على الدولة ومؤسساتها بما فيها الجيش، ونقل مصر من هوة سحيقة تسعى لمخرج إلى نفق مظلم تتوه فيه الدول، لا يفيد شعبا ولا جيشا، بل يصب بمصلحة مجموعة ضئيلة تغامر بكل الوطن لأجل بقائها. للمزيد عن بيان القوات المسلحة الذي اتهم رئيس الأركان الأسبق سامي عنان بالتزوير وبإحداث الوقيعة بين الجيش والشعب، ينضم إلينا من واشنطن محمود فاروق، مدير المركز المصري لدراسات السياسات العامة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. في البداية سيد محمود، أهلا وسهلا بك، كيف تعلق على مجريات اليوم في مصر، بيان القوات المسلحة، اعتقال عنان، وبعد ذلك حظر النشر وباقي التطورات السريعة اليوم؟ في الحقيقة ما قام به النظام المصري اليوم يمكننا تلخيصه في مفهوم أساسي للحياة السياسية والحياة الحزبية المصرية، في أنه لا يقبل على الإطلاق أي اختلاف ولا يقبل على الإطلاق أي مناقشة لسياساته بشكل عام ومناقشة حقيقية للسياسات العامة، منع شفيق وتهديده، القبض على سامي عنان، في استخدام ضعيف جدا للقانون، حيث أن كل التهم القانونية تكاد تكون شبه منعدمة إن حاولنا تطبيقها على في حالة ترشح سامي عنان للانتخابات في 2014 أو في حالة السيسي نفسه في 2014. استخدام القانون هو استخدام أجوف لتغطية سياسات تهدف بالأساس لعدم وجود أي نقاش حقيقي ونقاش موضوعي حول السياسات العامة المصرية التي انتهجها النظام المصري في الوقت الحالي. سيد محمود، قبل يومين فقط من ذكرى ثورة يناير تحدث كل هذه الضربات المفاجئة، هذا الحراك وهذه القرارات السريعة، لماذا في هذا التوقيت تحديدا قبل ذكرى ثورة يناير بيومين فقط؟ كما تعلم وكما يعلم المشاهدون ان النظام المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا أعاد مرارا وتكرارا أنه يرى أن ما حدث في ثورة 25 يناير هي مؤامرة لهدم الدولة، وأنه جاء لإنقاذ هذه الدولة من هذه المؤامرة، وبالتالي كل الخطوات القمعية التي يقوم بها النظام من إقصاء وإسكات أي صوت مخالف مهما كان بسيطا وضعيفا هو نابع من هذه النظرة الغير دقيقة على الإطلاق، أن بوجود مؤامرة كونية على مصر وأن النظام المصري يحمي المصريين من هذه المؤامرة. أعتقد أن الضرب بقوة وبشدة في حالة عنان وفي حالة شفيق وفي غيرها وفي حالة محمد أنور السادات، نعم، هي مجرد أمثلة لأنهم يتعامل ببارانويا شديدة مع أي اختلاف مهما كان بسيطا، حتى إن جاء من يمكننا أن نحسبهم على النظام أو كانوا أجزاء من النظام في السابق. صحيح، سنعود إلى مناقشة هذه الاختلافات التي تتحدث عنها سيد محمود، ابقى معنا، ولكن ننتقل إلى هذه التغريدات التي سنقرأها عليكم. أحد المغردين كتب قائلا: فقط في مصر رئيس الأركان السابق متهم بالهروب من أداء الخدمة العسكرية. ولكن قبل قراءة هذه التغريدة وللمزيد عن بيان القوات المسلحة، طارق الزمر كتب قائلا في تغريدة مهاجما ما حدث اليوم قائلا: وإذا كان الفريق عنان ومن قبله شفيق قد عبر عن تنامي معارضة السيسي داخل القوات المسلحة ومؤسسات الدولة المختطفة، فإنهما عبر أيضا عن حالة من السخط
تجاه السياسات القائمة لا يمكن قمعها كما تقمع الحركات المدنية. باسم خفاجي أيضا كتب قائلا: بعض أنصار الحرية لا يزال عندهم أمل أن قيادات العسكر صالحة ويمكن أن تنحاز للحرية أو العدل. هذا أكبر وهم معاصر في مصر، ولن يتحرر الوطن ولن يحدث العدل وهناك من لا يشاهدون أو يفهمون هذه الحقيقة أو هذا الواقع. عادت هيكلة مؤسسات مصر المستقبل وعلى رأسها تطهير الجيش من اللصوص والفاسدين وأعداء الحرية. الكتاب والإعلاميون أيضا كان لهم مشاركات واسعة حول اعتقال سامي عنان الإعلامي. حافظ الميرازي كتب قائلا: اتضح الآن من الذي يهدد سلامة مصر ووحدة القوات المسلحة بإدخال جيشها في معارك سياسية. اللهم احفظ هذا البلد بكل أبنائه جيشا وشعبا. الكاتبة الصحفية مي عزام كتبت: ما حدث يثبت أن الفريق عنان لم يستمع للنصح ولم يرضخ للتهديد. ترشحه لم يكن تمثيليا، وأن النظام السيسي هش إلى درجة لا يتحمل معها أي منافسة ولو منافسة محدودة، والنتائج علمها عند الله. وفي تغريدة أخرى قالت: الانتخابات لا تحسم بالضربة القاضية لكن بالجولات، الحسم بالقاضية يقتلها قبل بدايتها. بينما كتب الإعلامي أسعد طه: هل هي أجواء سبتمبر 1981؟ قال أيضا يضيف: لعلنا فهمنا الآن معنى القوة الغاشمة. عمرو خليفة الصحفي كتب قائلا: بدون غضب أو ألش، أنا سعيد بأحداث اليوم. الهجوم الضاري على عنان يؤكد أمرين غاية في الأهمية: السيسي يعاني من مشكلة الثقة في النفس حادة مع ضعف سياسي مخجل. 2. لمن يساند قيادات الجيش خصوصا المجلس العسكري اليوم يؤكد كيف سيسجل التاريخ هذا الموقف. بينما كتب الصحفي أحمد عبدين قائلا: شكرا قواتنا المسلحة التي لم تتحرك ضد احتلال الأرض وتحركت ضد ترشح شخص. بينما كتب وائل قنديل: مشكلتك أنك منذ البداية تعاملت مع فيلم هابط ومبتذل اسمه الانتخابات باعتباره شيئا جادا وفرصة للتغيير. استمر في مضغ أوهامك اللذيذة. ويضيف في تغريدة أخرى: سيتدخل المشير العجوز عند المشير الصغير من أجل العفو عن الفريق، ليتضح في النهاية أن طموحات عنان لا تتجاوز طموحات شفيق. بينما كتب عبد المنعم محمود: القلق الأكبر من سلوك السيسي تجاه منافسيه وما وصل إليه من اعتقال رئيس أركان سابق يشير أنه سيكون أكثر وحشية في الفترة القادمة، وسيسعى بكل ما أتي له من سلطان أن يعدل الدستور لفتح مدد الرئاسة، وسيكون أكثر عنفا مع أي محاولة معارضة. الكاتب والباحث السياسي دكتور جمال نصار: في الغالب الطغاة لا يتركون السلطة إلا بالموت أو التغييب، ولا يذهبون بالوسائل الديمقراطية ويستخدمونها لخداع الشعوب وقهرهم. كل هذه التغريدات تداولها النشطاء اليوم. ولكن قبل أن نختم هذا الاستعراض دعونا نقرأ تغريدة سليم عزوز الكاتب الصحفي الذي كتب قائلا: أيام السادات الأخيرة صدقوني، كل الإجراءات العنيفة تعبر عن منتهى الضعف. نعود مرة أخرى من هذه التغريدات إليك سيد محمود فاروق. سمعت معي وقرأت معي كل هذه التغريدات، هناك من يقول أن الأمور ربما تتجه إلى العنف وإلى سيناريو 81 كما قال أستاذ أسعد طه. هل تتفق مع هذا الرأي أن وجود هذه البيئة السياسية المغلقة حاليا يمكن أن تدفع الشعب أو أجزاء من الشعب ربما وأجزاء من السلطة أيضا إلى تبني خيارات أكثر راديكالية في الفترة القادمة؟ أعتقد بشكل عام أتفق مع وجهة نظر إنه بشكل عام أتفق مع وجهة نظر التي تقول أنه حين يغلق المجال العام والمجال السياسي ينفجر الأمر في نهاية المطاف. ولنا في هذا عديد من الدول، لنا في سوريا مثال، لنا في ليبيا مثال آخر، لنا في العراق مثال ثالث. الاختلاف الوحيد الذي بيني وبين التغريدة التي قرأتها في أن هذا الانفجار قد يمكن أن يكون قريبا. أعتقد أن هذا الانفجار قد يكون في نهاية المطاف، ولكنه ليس
قريبا بأي حال. أعتقد أن النظام يستخدم كل أنظمته الأمنية بقوة شديدة وبدراوة شديدة، ويحتكر المجال الإعلامي بشكل أو بآخر في الصحف وفي الراديو وفي القنوات التلفزيونية. المجال العام والنقاش العام والنغمة العامة لدى المواطنين يطرحها النظام ويرددها المواطنين من بعده. النهاية الحتمية للأنظمة من هذا النوع هو أن ينفجر الوضع. لا يوجد أنظمة من هذا النوع في التاريخ، على الأقل في التاريخ العربي، لم تنتهي بانفجار مجتمعي وانفجار لا تحمد عقباه. وأتمنى ألا تصل الدولة المصرية إلى هذه النقطة، وأتمنى أن يعدل النظام وأن يتغير وأن يغير أساليبه العنيفة تجاه كافة المعارضين التي يستخدمها بين تقييم في كل الوقت. نعم، بخصوص هذه الحالة التي تتحدث عنها أن هناك حالة من الانسداد في الحالة العامة للشعب المصري وللدولة المصرية، هناك علامة تعجب رفعها الكثير اليوم من النشطاء، ربما كان هذا ظاهرا كثيرا على تويتر، ومن كانوا سيصوتون لعنان ليس حبا له ولكن كراهية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وإيمانا أنه كشخص قادم من خلفية عسكرية ربما يكون قادرا على هزيمته في الانتخابات، ولذلك كانوا سيدعمونه. هؤلاء الأشخاص كانوا يفكرون أن عنان ربما له أجزاء من أو أجزاء من الدعم لدى الجيش ولدى أيضا أجزاء من ما يسمى الدولة العميقة، ولكن كل هذه التصورات انهارت اليوم في الواقع. كيف تتفق مع هذه وجهة النظر أن هناك أجزاء من الدولة العميقة كانت تقف مع عنان وكل هذا الكلام لم يفيده اليوم؟ أعتقد أن 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 مفهوم مصر كانت منذ الخمسينات حتى هذه اللحظة دولة الرئيس القوي أو الرجل القوي. حالات النزاع بين افراد من الجيش او بين او 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 كما يمكننا ان نقول عليها الجنرال العجوز والجنرال الصغير كانت قائمه وقت عبد الناصر، وكانت قائمه وقت مبارك، وايضا هي قائمه وقت السيسي. وفي الحالات الثلاثه انتصر فيها الرئيس او الماسك بزمام الامور. كون النظام مبني أو تم بنائه بالأساس على فكرة الرجل القوي، أعتقد أنه فكرة وجود تأييد واضح للسيد عنان، أعتقد أنها غير ليست دقيقة وليست سليمة. بالطبع قد يكون هناك بعض من المؤيدين له كمواطنين كأفراد أو حتى من داخل الدولة أو من داخل القوات المسلحة، ولكن ليس هناك أي مؤشر تم على مدار 4 سنوات الماضية على أن هناك تأييد واضح من داخل الدولة ومن داخل القوات المسلحة لسامي عنان. الواضح هو أن السيسي كان طوال السنوات الأربعة الماضية كان يصر على وجود المشير طنطاوي بجانبه في كافة الاحتفالات، وفي نفس الوقت عمل بقوة على تنحية وعلى استبعاد سامي عنان، بل انه في اخر لقاء تلفزيوني للرئيس السيسي ذكر تحديدا انه يعلم ان هناك فاسدين ويرغبون في السعي الى انتخابات الرئاسة وهددهم. واعتقد انه كان في هذه الحالة كان يقصد عينه، كان يوجه له رسالة مباشرة ان يبتعد عن الانتخابات الرئاسية، والا ستكون عاقبته كما نرى، وهو ما نراه. اعتقد المسألة ليست لها علاقة بالفساد، وإنما لها علاقة باختصار بالصراع بين الجنرال القديم وجنرال أو الجنرال العجوز والجنرال الصغير، التي رأيناها في حالة أبو غزالة ومبارك، ورأيناها في حالة محمد نجيب وعبد الناصر. نعم، ابقى معي سيد محمود، سنعود مرة أخرى إليك، ولكن العديد من المقاطع الساخرة تم تداولها أيضا تعليقا على اعتقال سامي عنان اليوم على تويتر على فيسبوك على يوتيوب، نتابع. هي الديمقراطية تنشأ من إيه؟ من اختلاف الآراء، وفي النهاية رأي الأغلبية هو اللي يسود، يعني من طريقة طرحك للموضوع، فكرك منظم وبذرة الديمقراطية أساسا جواك، أنت عندك أولاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
كما شاهدنا هذا الفيديو تداوله الكثير من النشطاء اليوم على تويتر. محمود، هناك من يقول أيضا إن كان شفيق وهو من هو، وكذلك سمي عنان وهو من هو، ووجه بكل تلك القوة واحتجاز ومن ثم إجبار ربما على التراجع وعلى الانسحاب تحت وقع تهديدات، فماذا لو كان الوضع أمام مرشح مدني لا يمتلك شيئا من الدولة العميقة ومن دولة مبارك وليس له أنصار داخل الجيش؟ كيف سيكون التعامل معه؟ اعتقد انه التعاون معها يكون بامر من الاثنين، وقدامنا حالات واضحه، قدامنا حاله محمد انور السادات وقدامنا حاله خالد علي. في حاله التعامل معاه، في حاله السادات تم تهميشه تهميش كامل وعدم السماح له باي مساحه مهما كانت بسيطه للوجود، وفي حاله خالد علي هناك قضيه كما نعلم موجوده في المحاكم تنظر الان. اعتقد ان النظام كما ذكرت في البدايه، النظام لا يرغب في نقاش في اي نقاش مهما كان بسيطا على سياساته، هل سياساته سليمه ام غير سليمه، هل القوانين، هل الانفاق، هل المشروعات وتدخل الجيش في الاقتصاد، كل هذه الاسئله النظام يرفض قطعا وكلمة واحدة أي خلاف. هو السيسي كما أعلن دوما وكررها مرارا وتكرارا، هو يرى أن أنه يجب على المصريين أن يكونوا صفا واحدا في كلمة واحدة، ولا يؤمن ويرى أن الاختلاف معناه بالضرورة خيانة وليس إثراء للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر. ابقى معي سيد محمود، سنعود إليك مرة أخرى، ولكن خبر اعتقال سامي عنان أحدث أيضا ضجة في الوطن العربي وليس في مصر فقط. غرد الكاتب السعودي جمال خاشقجي قائلا: اعتقال سامي عنان ونهاية حلم التغيير السلمي من داخل النظام. يضيف جمال أيضا: النظام الحاكم بمصر سيصبح أكثر شراسة خلال الفترة القادمة، اعتقالات، لعل الانسحاب والسلبية هي الحل حتى ربك يفرجها. أيضا يضيف في تغريدة ثالثة: لجوء النظام للعنف والقتل بفض اعتصام رابعة كان إعلان وفاة الحياة السياسية بمصر. القوى المدنية ترددت بقبول هذا الواقع، ربما تقتنع الآن بعد اعتقال سامي عنان. أمين حزب مصر العروبة أيضا في محافظة المنوفية وهو حزب سامي عنان نال الكثير من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو يعلن فيه تأييده للسيسي. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث إليكم بصفتي أمين عام حزب مصر العروبة الديمقراطية سابقا، وأؤكد وأدعم لتأييد الكامل للسيد رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي، وأنني تم استقالتي من حزب مصر العروبة الديمقراطية سابقا، وأؤكد اليوم أنني ليس من ضمن صفوف هذا الحزب، أنني للصالح العام من أجل مصر ومن أجل رفعة البلاد ومن أجل تحقيق الأمان لمصر، وأؤكد كاملة مبايعتي وللسيد رئيس الجمهورية المحبوب عبد الفتاح السيسي، وأنا أؤكد أننا كلنا خلفه ونؤيده، وكما جاء قبل كده من كذا اجتماع كذا مؤتمر تأييدا للسيسي بدعمي له وتحرير أكثر من 20,000 استمارة بنفسي لمحبيني بجميع القرى بدائرة مركز الباجور تأييدا للسيد رئيس الجمهورية، وأؤكد اليوم. كما شاهدنا هذا المقطع أيضا نشرنا عبر حسابنا على تويتر حساب برنامج هاشتاج الجزيرة مباشر، نشرنا استطلاعا للرأي بعد اعتقال سامي عنان: ما موقفك من الانتخابات الرئاسية بمصر، مشارك أم مقاطع؟ أم لم أحدد موقفي بعد. حوالي 12% من المشاركة، أيضا مقاطع حوالي 67%، بينما لم يحددوا موقفهم حوالي 10%. كانت هناك أيضا تغريدات كثيرة، كتب أحدهم قائلا عن أي انتخابات والرئيس الشرعي داخل السجن، لا أساند الظالمين، أي كان من مهم، عودوا إلى رشدكم، يسقط حكم العسكر. أيضا مغرد آخر كتب قائلا: رئيسنا الشرعي معتقل والحياة السياسية متوقفة، بينما كتبت مها حسني: مشاركة وهنتخب السيسي، بينما كتب محمود: مقاطع. ومن ثم هناك عدد من التغريدات التي تعلن عن مقاطعتها، بينما كتب وليد: غير مهتم من البداية سواء
كان عنان موجودا في الصورة أم لا، بينما كتب آخر: الانتخابات الرئاسية لم ولن تكتسب المشروعية طالما هناك رئيس ممنوع من ممارسة مهامه بالقوة المسلحة، ولم يعلن التنازل بعد عن منصبه، ولن تكون هناك شرعية للنظام إن أتى بالدبابات. هناك أيضا الكثير من التغريدات، هناك من يتكلم عن المعتقلين في السجون المصرية ونشر فيديو لهم، هناك من دعا إلى ثورة، وهناك من يقول أن ما يحدث في مصر هو مهزلة وتحكم يقوم به السيسي والمؤسسات الحكومية، هناك من كتب الانتخابات غير شرعية، وهناك من دعا أيضا إلى للمعتقلين، هناك من كتب: حلوة أوي الانتخابات السهلة دي، يشير إلى أن هناك مرشح واحد حاليا في الانتخابات، بينما كتب سلام: مبروك عليك يا مصر فرعون جديد. نعود إذن من هذا الاستطلاع إليك محمود من جديد. كما سمعت معي هذه الآراء وهذا الاستطلاع، أيضا حوالي 67% من عدد المشاركين في الاستطلاع يقولون أنهم سيقاطعون الانتخابات بعد انسحاب أو سحب سامي عنان من قبل أو إجباره على الانسحاب ربما. برأيك كيف ترى هذه النسبة، وكيف ترى أيضا نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة؟ أعتقد أن النسبة هتبقى ضعيفة بشكل عام، نسبة المشاركة هتبقى ضعيفة، وأعتقد أن النظام هيستخدم نفس الوسائل اللي استخدمها نظام مبارك في انتخابات 2005. وفي انتخابات 2005 نظام مبارك اعتمد بالأساس على نواب البرلمان وعلى الأحزاب، وإحنا شايفين البرلمان عندنا دلوقتي فيه أكتر من 520 عضو من البرلمان وقعوا توكيلات تأييد وترشيح للرئيس السيسي. أعتقد إنه كل عضو من أعضاء البرلمان دول، وفي في 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 عدد من التقارير تم ذكرها على إنه التوكيلات نفسها بتتم برشاوي انتخابية من وعود زيت والسكر وغيره، وعدد من الجنيهات اللي يدفعوا الناس ان هم يروحوا يعملوا توكيلات. فاعتقد انه دي نفس النسبه اللي دي نفس 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 الوسائل اللي هتستخدم. في الغالب القطاع الشبابي هيكون في منه عزوف كامل عن الانتخابات زي ما كان موجود في 2014، واللي هيشارك في الغالب هو قطاع اكبر في السن، وخصوصا اللي هيتم دفعهم او سياقهم يعني عن طريق نواب البرلمان. نعم. والاحزاب السياسيه. نعم، هناك ايضا محمود مسؤول بالخارجيه الامريكيه في تصريح للجزيره قال انهم يتابعون الاجراءات وما يحدث في مصر عن كثب. هل تتوقع ان يكون هناك رد فعل من جانب الاداره الامريكيه اكثر من هذا التصريح؟ لا أعتقد في الحقيقة. منذ يومين كان نائب رئيس الأمريكي مايك بينس كان في زيارة لمصر، وأعرب وتكلم بشكل صريح عن مساندته للسيسي وللنظام السيسي وعلى وقوف الإدارة جنبه، وكما أنه يعني أبلغه حرفيا أنه صديق شخصي أو صديق مقرب أو صديق لرئيس ترامب، وأعتقد أنه مش هيبقى في أي حاجة من الإدارة الأمريكية تجاه نظام نعم. هناك نقطة أخرى أيضا محمود، هناك قنوات خاصة واللجنة الأولمبية وكذلك هيئة مترو الأنفاق أصدرت تصريحات مؤيدة لما سمته بيان القوات المسلحة ومؤيدة لعبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة. ما هو فائدة مثل هذه البيانات من هذه الجهات، جهات حكومية لا علاقة لها بالانتخابات ولا علاقة لها بالمشهد السياسي؟ ليس هناك أي فائدة في الحقيقة غير الاستخدام المحلي للبروباغندا الإعلامية، اللي هو النظام يحاول بقدر وبكل قوة أن يظهر للداخل أن هناك من يؤيدون ويبايعون، إن كانت هيئة المترو، إن كان اتحاد الكرة، إن كان اتحاد الأولمبيات، أي شخص أي جهة ستعلن تأييدها هو في إطار الاستخدام المحلي للبروباغندا المحلية، لأنه تقول للمواطنين
قد ايه في جهات وجهات حكوميه تؤيد وتساند الرئيس؟ نعم هو في وصلت هذه، ليس له اي وزن انتخابي على الاطلاق. نعم وصلت هذه الفكره كامله. شكرا لك محمود فاروق مدير المركز المصري لدراسات السياسات العامه، كنت معنا من العاصمه الامريكيه واشنطن. تداول أيضا مغردون مقطعا لتصريح سابق للرئيس المصري، رأى مغردون أنه مناسب لما حدث اليوم. دعونا إذا نتابع هذا المقطع أيضا. أدها لك الكلام ده مش هيتم تاني، ومن فضل حضرتك الكلام ده غير مقبول، مش هنا بس، في أي حتة في مصر محدش ياخد حاجة مش بتاعته، محدش ياخد حاجة مش بتاعته. هي مش طابونة، هي مش طابونة، اللي عايز حاجة لا 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 الكلام دوت. هل كرسي الرئاسة هو ما يخص إذن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟ يتساءل ربما البعض بعد مشاهدة هذا الفيديو. النشطاء السياسيين كتبوا الكثير عما حدث اليوم. نبدأ بالناشط السياسي دكتور حازم عبد العظيم الذي كتب في تغريدة قائلا: أعتقد الأمور كده بقت واضحة، 3 يوليو 2013 انقلاب عسكري مكتمل الأركان، ليس على الإخوان ولكن على فكرة الديمقراطية برمتها، تداول السلطة، الشعب مصدر السلطات، وعلى مبادئ يناير: عيش حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. وأضاف عبد العظيم في تغريدة أخرى إلى جماعة الإخوان المسلمين: أخطأتم وأخطأنا، نعم دفعتم ثمنا أغلى إحقاقا للحق، لكن أن الأوان أن نعتذر سويا وجميعا لثورة يناير وأرواح شهداء هذه الثورة. عايدة سيف كتبت أيضا: أتمنى من المرشح المحتمل خالد علي وحملة خالد علي إعلان الانسحاب مما يود السيسي تصويره على أنه مشهد انتخابي. طارق العوضي محامي المرشح الرئاسي خالد علي كتب قائلا: أشفق على صديقي خالد علي، أي قرار سيتخذه بالاستمرار أو بالانسحاب سيدفع الثمن غاليا، الله معك. وأضاف في تغريدة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، الآن وبعد كل ما طرأ على الساحة السياسية من تطورات مفزعة وكاشفة أعلنوا مقاطعة التامة للانتخابات الرئاسية. عمرو الهواري من جانبه كتب أيضا: الجيش ما طلعش بيان لما جزرتين من البلد اتباعوا عادي، ولما حصتنا من مياه النيل تعرضت للخطر بناء على اتفاقية سد النهضة، ولا لما القائد الأعلى للقوات المسلحة وقف في الأمم المتحدة يدافع عن أمن المواطن الإسرائيلي، بس طلع بيان على طول أول ما سامي عنان أعلن ترشحه للرئاسة قصاد السيسي. حركة شباب السادس من إبريل من جانبها كتبت: انتخابات مصر 2018 صراع الخلفيات العسكرية على أشده. أيضا كتب الناشط حسام بهجت: طبعا حفظ الله جيش مصر، بس هل في أي تفكير في موقف ومشاعر ضباط وجنود القوات المسلحة هم بيتفرجوا على التلفزيونات على الإهانات العلنية المتكررة الصادرة من القيادة الحالية بحق القيادات السابقة للقوات المسلحة ولأسباب انتخابية؟ كتبت أيضا رشا عزب: هو عنان وشفي أغلى على السيسي من عبد الحكيم عامر وشمس بدران بالنسبة لعبد الناصر، بطريقة حكم الدبابة تبلع أقرب الناس عشان الحكم، تاريخهم مليان من يوم ما ركبوا على دماغنا. وأضافت عزب في تغريدة أخرى: الناس لو تهدى في حوار حرب الجنرالات ده شوية، مصر بيحكمها اللي معاه الدبابة والرصاص والديمقراطية والانتخابات حاجة للتسالي في حدود اللي هما بيسمحوا بيه وفقط. أيضا جمال عيد: رغم أني مع انسحاب خالد علي، لكن عندي شعور أنه بعد استرداد شفيق من الإمارات ومحاكمة قنصوة وعنان بسبب ترشحهم، قد تتم محاكمة خالد علي بسبب انسحابه. العديد أيضا من الصور الساخرة والطريفة تم تداولها تعليقا على خبر اعتقال الفريق سامي عنان، نتابع.
بهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة قد انتهت. تذكروا دوما أن تراسلونا بقضاياكم وقصصكم لعل واقعا يتغير أو وعيا يزداد بهاشتاج. إلى اللقاء.